هنتكلم في الحالات التحكيمية بشكل جدلي، هنتكلم على فكرة خطوط الفار، الكاميرات، وضع زوايا التصوير، حكم الفار بيشتغل صح، المساعد قراراته هل صح ولا غلط، كل ده بالتأكيد هنعرفه من خلال دكتور أحمد ثابت المحلل الفني لقناة الأهلي. دكتور أحمد مساء الفل. مساء النور، تحياتي ليك يا محمد ودايما متألق. الله يخليك، قول لي بقى ما رصدته بخصوص مباراة الأمس، وأكيد مباراة فيها أرقام كتير وتفاصيل فنية محتاجين نستفيد منك ونسمعها منك. خليني أقول لك في البداية إن النادي الأهلي دايما مختلف، النادي الأهلي دايما مختلف بجمهوره، جمهوره اللي ما عندوش في قاموسه حاجة اسمها إن إحنا بنشبع من البطولات أو بنشبع من الانتصارات، مفيش الكلام ده. بدليل النادي الاهلي امبارح، يعني انت السنه دي لسه واخد دوري ابطال افريقيا ال11 من قلب ملعب محمد الخامس في كازابلانكا، واخد 2 سوبر مصري، واخد كاس مصر، فاضل لك على البطوله الخامسه اللي هي الدوري 8 نقط، ولسه لك كمان 7 مباريات، والموسم كله انت لعبت 51 ماتش ما خسرتش غير 4 مباريات، الاربع مباريات دول منهم ماتشين في كاس العالم للانديه قدام فلامينجو وقدام ريال مدريد، وتلاقي الجمهور امبارح او بعض الجماهير الاهلاويه مثلا زعلانه لمجرد التعادل بعد 9 مباريات انتصارات متتاليه في الدوري، وكمان مع فرقه زي فيوتشر اللي هي اللي انت لسه كنت بتقول عليها ان هي ما بتخسرش كتير وان هي الثالث في ترتيب الدوري. يعني شوف ده دايما طموح جمهور النادي الاهلي، ده اللي بيخلي النادي الاهلي في حته ثانيه. اكيد النادي الاهلي جمهوره اللي بيصدر الرغبه وبيصدر الحماس وبيعمل تجديد للدوافع سواء للعيبه سواء لمجلس الاداره سواء للجهاز الفني، ان دايما بتتحط تحت ضغط المكسب. هو ده يا جماعه النادي الاهلي، النادي الاهلي بيبقى مختلف عن باقي الانديه. رغم كل ده انت امبارح ما لعبتش ماتش وحش، انت عامل ماتش ممتاز على مستوى الاستحواذ، انت مثلا مستحوذ 57% مقابل فيوتشر 43%، على مستوى التمريرات انت عامل 550 تمريره مقابل 420. ممكن البعض يقول لك طب ما ده استحواذ سلبي، لا مش استحواذ سلبي بدليل معدل المحاولات، انت امبارح رحت 28 محاوله على المرمى. قدامنا هي الارقام على الشاشه. 28 محاوله على المرمى منهم 6 محاولات صحيحه للنادي الاهلي مقابل 5 لفيوتشر منهم واحده بس صح. عملت امبارح 15 ضربه ركنيه للنادي الاهلي مقابل واحده. الارقام بتقول ان احنا رحنا كتير، بس انا ما اقدرش الوم كولر. ممكن البعض يقول لك اصله اتغير، عمل مثلا تغييره متاخره او سحب المهاجم كهرباء وما نزلش مهاجم، وجهه نظر تحترم، بس برضه ما نقدرش نلوم مدرب فرقته واصله للجون 28 محاوله. بصراحه يعني انت هو دور المدرب ايه؟ ان هو يوصل الفرقه للجون. ممكن يكون افتقدنا لبعض الشراسه الهجوميه شويه امبارح في حته انهاء الهجمه او الفينش، وده اللي ممكن نشتغل عليه في مرحله التعاقدات، لكن احنا دلوقتي بنفكر في حسم الدوري، عندنا مباراتين او 3 مباريات جايين عايزين نحسم فيهم الدوري، مباراه الاسماعيلي، مباراه الاتحاد، مباراه الزمالك، وبعد كده نفكر بقى في التعاقدات المرحله الجايه، ان انت تفكر طب انت ناقصك ايه، عايز تدعم بايه، ده اللي انت بتفكر فيه، لكن حاليا بتفكر ان انت تشتغل على. وانا شايف ان الماتش امبارح الاهلي ما كانش وحش، يعني الاهلي كان كويس جدا، رحت على الجون كتير زي ما قلت لك، انت كان ناقصك اللمسه الاخيره، يعني لو اي كره جت مثلا كره بيرسي تاو اللي في العارضه، كره كهربا مثلا انفراد، كره طاهر محمد طاهر، في كذا كوره كانت فرصه هدف محققه، لو كانت جت كان الكلام ده هيتغير، كان هيقول ان النادي الاهلي بينتصر للمره العاشره على التوالي، اكيد النادي الاهلي بيقرب من الدوري، وبالتالي كل الحاجات ديت بتاكد ان شاء الله. المهم ان احنا فاضل لنا ان شاء الله 3 مباريات، احنا بالظبط بنستنى 8 نقط، عندنا يمكن المباريات الجايه عندنا الاسماعيلي يوم الاربعاء، عندنا الاتحاد يوم السبت، عندنا الزمالك يوم 13 يوليو الخميس، وانت كنت لسه بتقول نتمنى ان شاء الله ان تكون دي مباراه الحق باذن الله. يعني الثلاث مباريات دول لو عرضنا المباريات الاهلي قدامنا على الشاشه يا دكتور احمد، مباراه الاهلي وبيراميدز، مباراه الاهلي الاهلي عنده الاسماعيلي، الاتحاد، الزمالك، لغايه ايه؟ لغايه يوم 13/7. بيراميدز عنده يوم 10 يوليو سيراميكا، يعني بنسبة كبيرة إن شاء الله مع حالة فوز بإذن الله النادي الأهلي على الإسماعيلي والاتحاد هتبقى مباراة الزمالك هي مباراة بإذن الله حسم الدوري، هيبقى فاضل كام جولة على النهاية؟ 1-2، هيبقى فاضل 4 جولات اللي هو المقاولين والحرس وبيراميدز والمصري، عندك كمان 4 مباريات إيه؟ ثانية ممكن بقى تشوف لو عايز تريح اللعيبة لسه، لو لا قدر الله مثلا ما حسمتش الدوري ممكن يبقى الماتش اللي بعده، يعني لسه في فرص كتير لحسم الدوري. صح. وبرده في معلومه نشرها موقع القاهره 24 منذ قليل او النهارده الصبح، ان حكم مباراه الاهلي والزمالك حكم مصري. انت رايك ايه؟ انا شايف اجنبي افضل في مباراه الاهلي والزمالك ومباراه حسم دوري،
صحيح ان الزمالك مثلا الرابع على الدوري، بس برضه مباراه الاهلي والزمالك تظل ليها قمه خاص وليها طابع خاص. لازم مهم ان يتواجد الحكم الاجنبي في المباراه دي. انا دايما بميل مباراه اهلي وزمالك، اهلي وبيراميدز، للحكم الاجنبي. كامل الاحترام وكل الدعم للحكم المصري، ولكن في المباريات الحساسه او اللي فيها جماهيريه يفضل الحكم الاجنبي، خاصه ان المرشحين كابتن محمود البنا لسه محكم مثلا للنادي الاهلي امبارح مباراه فيوتشر، امين عمر ومحمد معروف. طيب اقول لك انا، مش هقول لك يعني معلومه، اقول لك توقعاتي من خلال معرفتي باعضاء اللجنه ومدى قربهم للحكام. يعني اكتر حكمين ممكن يكونوا مرشحين لهذه المباراه يا الكابتن محمود البنا يا كابتن محمد عادل. محمد عادل، اه خلي بالك محمود البنا لسه محكم برضه فيوتشر، فممكن فعلا يبقى محمد عادل، خاصه كمان ان البنا لسه محكم الاهلي وبيراميدز في السوبر، فممكن يكونوا عايزين يجددوا. على فكره عايز اقول لك على حاجه، هو المفروض يعني انت لو كلجنه حكام عايز تدي مسانده لابرز حكمين مرشحين لكاس العالم 2026، امين عمر ومحمد معروف. مع امين عمر حكم محترف المفروض دلوقتي موجود ضمن النخبه، محمد معروف لسه راجع من كاس العالم ومرشح لكاس العالم 2026 وواخد درجات مميزه جدا في كاس العالم للشباب في الارجنتين. فاكتر اتنين طبقا يعني للمعايير هم اللي يكونوا مرشحين، ولكن اللجنه بعلاقتها بالحكام اكتر اتنين ممكن يميل ليهم يا البنا يا عادل. هو محمد معروف برضو بنقلق، يعني جماهير النادي الاهلي بتقلق منه شويه الصراحه، يعني الحكم رغم ان هو حكم دولي بيحكم كاس عالم، بس جماهير النادي الاهلي بتقلق منه شويه. يعني ممكن امين عمر نقول ماشي يعني، لكن حكم محمد معروف يقلق شويه الصراحه. كابتن محمد عادل برضو كان موجود في مباراه الاحتواء الشهيره، هو مباراه الزمالك والاسماعيلي اللي كانت في اسماعيليه وكان فيها لعبه شهيره، مباراه الزمالك والاسماعيلي اللقطه بتاعت محمد صبحي. بالظبط بالظبط، هو بصراحه المفروض حكم اجنبي، ولكن مع اللجنه ما تقدرش يعني تاخد معلومه موثقه دلوقتي الا لما نشوف فيتور بيريرا هيفكر ازاي يعني. بس خليني اقول لك طيب. برضو النهارده حمزه علاء واحد من ابناء النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي مواليد 2001، افضل حارس يعني لازم نشيد بيه ولازم نتاكد ان جمهور نطمن جمهور النادي الاهلي ان حراسه مرمى النادي الاهلي في امان. انت عندك مصطفى شوبير الاول لاعب نهائي دوري ابطال افريقيا حارس مواليد 2000 وتالق، عندك حمزه علاء بياخد افضل حارس في دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه اللي هي شغاله حاليا في المغرب. بالظبط، الحارس الوحيد في البطوله اللي لم يدخل في باكو اي هدف. ثلاث مباريات بثلاثه كلين شيت. بالظبط كده. طيب عايز ارجع معاك لقصه مباراه الامس، وكان ليك تعليق مهم جدا على فكره استخدام تقنيه الفار وهدف فيوتشر تسلل، هدف الاهلي تسلل، ليك تعليق على الجزئيه دي؟ انا ليا تعليق مهم ان احنا يا جماعه لازم نطور تقنيه رسم التسلل في الدوري المصري. في كلام بسمعهم بصراحه من بعض الحكام ان التقنيه وصلت وان هي بتحسب المسافه، يعني وصلت ان هي بترسم الخط الاحمر والخط الازرق اللي هم الخطين، او الخط الاخضر والخط الاحمر، بيرسموا الخطين وبيحسبوا المسافه. الكلام ده احنا ما بنشوفوش ليه على الشاشه؟ لو فعلا الكلام ده صحيح وانتوا بتقيسوا المسافه، ليه ما بتكتبوش المسافه على الشاشه للناس؟ بيقول لك المسافه بتتحسب بالملي. احنا بشوفنا اللي هي تقنيه التسلل الشبه آلي في كاس العالم. مظبوط، طبعا دي غاليه علينا، وان احنا نجيبها دي مش يعني صعبه علينا. خلينا في الحاجه الواقعيه، ان انت تطور على الاقل خاصيه التسلل اللي هي تقنيه رسم التسلل، ان انت تجيب الاجهزه لازم يكونوا فعلا الخاصيه دي يتم الاعلان فعلا ان هي تتم تطويرها، لان اللي بيحصل يعني لو جبنا الهدفين امبارح اللي هو تم الغائهم قدامنا على الشاشه، ايه الهدف بتاع الاهلي اللي اتلغى؟ الهدف بتاع النادي الاهلي، يمكن الهدف بتاعت معلول، انت برضو تحس ان الحكم لما رسم الخطين بقت اصعب، تحس ان انت لو شفتها من غير خط هتبقى اسهل. برضو بتاعت فيوتشر، الهدف بتاع فيوتشر اللي هو اللي جابوه، برضو تحس ان هو لما رسم الخطين ما بين رجل محمد هاني وما بين كتف احمد عاطف، تحس ان يعني احنا بنتكلم سواء للاهلي او على الاهلي يا جماعه، احنا دورنا او احنا بنتكلم عشان تطوير الحكام وتطوير، لان احنا معلش ما ينفعش الاخطاء دي تتكرر في الموسم المقبل. بص يا دكتور اقول لك على حاجه مهمه جدا عشان اختم معاك الجزئيه دي، لو الحكام بتهتم بوضع زوايا الكاميرات بشكل سليم طبقا للبروتوكول وطبقا لوضع الكاميرات اللي حدده الايفاب او تحدد من خلال رسمه الفار في الملعب، الصور هتطلع بشكل سليم واللقطات تتاخد بشكل كويس جدا. انت لو جبت دلوقتي اللقطه الهدف بتاعت ياسر ابراهيم من تمريره معلول، وضع الكاميرا اساسا في المكان ده غلط، يعني المفروض بص على الشاشه، بص يا دكتور احمد معانا لو قدامك شاشه التلفزيون، المفروض الكاميرا تبقى واخده جنب شويه عشان تبقى جايبه عموديه على علي معلول.
هنا الكاميرا جايبه معلوم من على الجنب، فبالتالي كاميرا التسلل اصلا محطوطه غلط. فالحكم لو اهتم بزوايا الكاميرات وراح قبل ميعاد المباراه بساعتين او ساعتين ونص واتكلم مع الفنيين والمهندس المسؤول عن تقنيه الفيديو مع المهندس المسؤول على توزيع الكاميرات في الملعب، هتلاقي اللقطات طالعه بشكل كويس جدا. لكن لا في اهتمام، ولا الحكام بتروح بدري ولا بتهتم بالجزئيه دي. والحاجه الاخيره كمان، في حكام بتعمل زوم عشان تاخد النقطه صح وغلط، وده اصلا ممنوع من الايفاد. اتفضل. انا هقول لحضرتك كمان على حاجه، انت طول ما انت بترسم بخط ايدك ببرنامج الرسام ده هيحطك تحت الشبهات ان انت ممكن مثلا ميولك ترسم خط معين او تحب ان انت تبين ان ده تسلل. احنا مش عايزين حاجه يبقى فيها حاجه خالص من الكلام ده، احنا عايزين العدل. بالظبط. كل اللي احنا بنطالبه العداله، ان التقنيه الحديثه تبقى موجوده مبينه سواء تسلل او مش تسلل. اكيد اكيد. هو امبارح كمان الحكم المساعد اعتقد يوسف البساطي ادى الكره هدف، ولكن الفار كان ليه راي اخر. عموما مفيش مشكله، يعني نركز في اللي جاي ان شاء الله وربنا يكرمنا في المباريات المتبقيه ونشوف قصه الحكام لمباراه الاهلي والزمالك. وانا على المستوى الشخصي اتوقع ان يكونوا حكام اجانب، لان ما حدش في الاتحاد ولا في اللجنه عنده القدره ياخد قرار في الفتره الحاليه بحكام مصريين في ظل هذه الاخطاء. دكتور احمد انا بشكرك وكل التوفيق ليك باذن الله. كان كلام مهم جدا طرحه دكتور احمد ثابت بخصوص النواحي الرقميه والامور الفنيه على مباراه فيوتشر. حاجه اخيره قبل